قانون ممتازة على الورق، لكن التطبيق الخاطئ والمستعجل أدى إلى نتائج لا يصدقها إلا من رآها، وليس من رأى كمن سمع. سكك حديد الجزيرة كان طولها 1300 كيلومتر، تنقل كل مدخلات ومنتجات المشروع، والآن أصبحت أثرا بعد عين، ولم يبق منها إلا ما عجز عنه المقالع. المعالج كانت في أوج انتاجها، والآن خصخصت فصمتت ماكيناتها، بل أخرصت. السرايات والمنازل كانت منارات، فأصبحت خرابات تسكنها البوب والهوام. سرايا واد حسين الخوالدة، تفتيش المدينة عرب، القسم الوسط. وهذه سرايا الشليخة، تفتيش الرضمة، القسم الوسط، حيث بدأ البروفيسور أبو الحسن صالح، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الجزيرة، والدكتور عبدين محمد علي مدير عام شركة السودان للأقطان، حياتهما العملية كمفتشين زراعيين بالمشروع بها. لم ينج من الخراب إلا أمجير القريبة من واد ربيعة والرجل حماد، والتي ستكون مركزا للإشعاع الثقافي والاجتماعي، حيث سيقام بها متحف وحديقة نباتية ومكتبة عامة. والأمل أن يستفاد من السرايات لتعميرها لتكون مراكز خدمية وثقافية واجتماعية. القسم الوسط يمثل المدخل والنموذج لأقسام الجزيرة، ويا للهول مما رأينا. فهذا مكتب مدير القسم قد تحول إلى سكن، بحجة حتى لا ينهب ما تبقى منه بعد أن سرقت مقتنياتهم من أثاثات وشبابيك وأبواب ووثائق مهمة، والفاعل مجهول. كذلك قسم المكاشف هو بوابة أقسام المناجل، وها هو مكتب مدير القسم قد أحرق كله، والفاعل مجهول. التفاتيش بأقسام المناجل تختلف عن أقسام الجزيرة، فقد روعي فيها أن تكون مجمعات سكنية، بعكس تفاتيش الجزيرة التي تتكون من سرايات متفرقة ومكاتب ذات مساكن قليلة. وقد بدأت زياراتنا لتفتيش التونسة أقرب التفتيش للجزيرة، حيث يجاور قسم الحوش. ولكم أن تتخيلوا إذا علمتم أن هذا التفتيش قد كان عاملا قبل شهور، وهذه المنازل كانت مسكونة. هذا الصهريج الذي أصبح لا يرى له أثر كان إلى وقت قريب يمد الناس باحتياجاتهم من الماء النقي. من الذي أخذه؟ ولعل الفاعل مجهول أيضا. هذه المخازن قد أخذت
وتركت التجاوي المعاملة بالمبيدات والمبيدات نفسها في العرق. وهنا الفاعل جاهل لأنه لا يدري بأخطارها، وبهذا تكون خطرا على صحة الإنسان والحيوان، حيث يأتي إليها الرعاة ببهائمهم والنساء يجمعن الحطب والأطفال يلهون ويلعبون. فمن المسؤول عن حماية هؤلاء؟ بل من المسؤول عن البيئة التي نادى بها القانون؟ وهذا تفتيش أبو دقن بقسم المكاشف. قد استعصى بعض الشيء على من أراد هدمه، حيث لا يزال صامدا رغم الخراب الذي لحق به. المخازن أزيلت إلا ما تعذر قلعه أو قطعه بمناشير الحديد، وها هي بقاياه تداعب الرياح. والمنازل قد لحق بها ما لحق بسابقاتها من تفاتيش، تم تدميرها. تفتيش الريان بقسم وادي شعير من أحدث التفاتيش، لا تزال مبانيه واقفة رغم أن يد الخراب قد عبثت بمبانيه. المخازن لم تؤخذ، ولكن أبوابها تركت مفتوحة على مصراعيها، مما جعل التجاوي المعاملة والمبيدات والأسمدة التالفة في متناول البهائم ومن لا يدرك خطورتها من البشر، ومصدرا لتلوث البيئة، فمن يمنع انتشارها بواسطة الرياح؟ والخزينة بتفتيش الريان لم يستطيعوا تفليسها أو تحريكها، فظلت في مكانها. تفتيش الكراتيب بقسم المكاشف من التفاتيش التي لم تصلها يد التخريب، لأنه لا يزال مأهولا بالسكان. هنالك ظواهر مررنا عليها في طريقنا داخل المشروع جديرة بالملاحظة. شجر المسكيت بدأ يغزو المشروع من أطرافه ودخل الحواشات، لذا لا بد من الحد من انتشاره حتى لا يصبح آفة. انتشار الحشائش الطفيلية بالترع وداخل الحواشات. البهائم تأكل من بقايا مخلفات المحاصيل وخشاش الأرض. ليس هذا فحسب، بل أصبحت ناقلا للرامتوك، هذا الخطر الذي بدأ يهدد مشروع الجزيرة. بنيات الري تهالكت وتحتاج لصيانة خاصة، وأن الموسم على الأبواب. لا زالت سيجان القطن واقفة لم تقلع، رغم قيام هذا المصنع بمنطقة ود الشافعي، والذي توقف بعد فترة قصيرة من افتتاحه، والذي كان سيمدنا بالفحم المضغوط من سيجان القطن. وللمشروع تجارب في صناعة الخشب المضغوط والورق من سيجان القطن، ورحم الله المهندس حسين عمر كشة الذي أسس للتصنيع الزراعي في مشروع الجزيرة. هذا الموقع عند مدخل المدينة عرب، والذي يعرف بالقشارة، إضافة لموقعين بالحوش و24 القرشي، أسست بها قشارات للفول السوداني لإعطاء قيمة إضافية لهذا المحصول بتسويقه مقشورا والاستفادة من قشوره لمصدر للطاقة، لكن لم يبق منها إلا اسمها القشارة. صانع النسيج بالمنطقة الصناعية بمارنجان أنشئت قريبا من مشروع الجزيرة، المنتج الأساسي للقطن، فهل ستعود للإنتاج؟ نأمل ذلك إذا ما أعيدت مساحات القطن لما كانت عليه. ما
مطاحن الدقيق هي الأخرى توقفت، وهل يمكن إعادتها للإنتاج بالتوسع في إنتاج الحبوب؟ لماذا توقف مصنع ألبان الجزيرة؟ ومن ينتج لهذه المواشي الأعلاف والمركزات التي تزيد إدرار اللبن حتى يعود هذا المصنع للعمل؟ مزرعة دواجن بركات والتي أنشئت لتكون مزرعة إرشادية وإنتاجية بحيث تكون نموذجية للمزارعين، هي الآن خاوية على عروشها. قام البروفيسور الزبير بشير طه بتدشين الآليات التي استجلبتها شركة السودان للأقطان لتحضير مساحات القطن لموسم 2011-2012، فهل ستتمكن من تحضير المساحة المقترحة؟ هذه الآليات التي وجدناها مستخدمة في تحضير الأرض، هذا المحراث الذي يشبه ثلاث صاجة رغم الرأي الفني في طريقة تحضيره لا يزال مستخدما. متى تتحرك هذه التراكتورات الجديدة التي ظلت رابضة برئاسة المشروع لتسهم في تسريع عملية التحضير، خاصة وأن الوقت قد أزل؟ هذه بعض الملاحظات وبعض المشاهدات من خلال جولة ميدانية وقفنا خلالها على بعض المظاهر السلبية العديدة والتي يمكن علاجها، وبعض الجوانب الإيجابية القليلة التي نرجو استدامتها. هدفنا من ذلك الإصلاح، لأن مشروع الجزيرة هم قومي ونرجو أن يعود كما كان وأفضل مما كان، ليقوم بالدور المنوط به في دعم اقتصاد البلاد بإنتاج محاصيل الصادر والمحاصيل الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وإحياء الصناعات التحويلية التي توقفت حتى لا نصدر محاصيلنا في شكل مواد خام، وكذلك توفر فرص العمل وتفجر طاقات الشباب وتشجيع الاستثمار في الزراعة، وهو استثمار مضمون النتائج إذا ما خلصت النوايا وتوجهنا إلى الله باعتبار أن العمل عبادة وتقربا إلى الله تعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وانت يا أرض الجزيرة ثروة الأمة الكبيرة، وانت يا أرض الجزيرة ثروة الأمة الكبيرة، وانت للأجيال مشاعل، انت للأجيال مشاعل. مع تحيات اتحاد المهندسين الزراعيين بولاية الجزيرة.